الظاهر يا وخيتي أنا وأنتي لازم نعترف إننا فشلنا. تتوقع الزواج يقتل الحب؟ ما أدري، أنتي تعرفين أكثر مني. أنتي تزوجتي عن حب مو بنا. تحبيتي وليد قبل الزواج؟ أنا أبوي اختار لي، كان شريكة، هو شاف وقتها إنه مناسب لي، مناسب بعد لي شغله ومصالحه. يعني أنت عمرك ما حبيتي؟ ولا حتى ولد الجيران؟ أقول لك شيء، ترى الزواج مثل أي شيء في الدنيا، له تاريخ صلاحية وبعدها يصير غير صالح للاستخدام. على سيرة تاريخ الصلاحية، في البداية كنت أهتم في كل صغيرة وكبيرة، بعدين خلاص طفشت، تعبت، بطلت أهتم. طيب ليه؟ اكتشفت أن كل شيء اشتريته كان تاريخ صلاحيته أطول من تاريخ صلاحيتي. إيش خبل القرف؟ خديجة، أنت وش أكبر مشاكلك مع حمزة؟ تبي تضحكي؟ مين فينا الصح؟ مين معاه حق؟ بس وانتي؟ راح تضحكي أكثر. أنا وليد مشكلته إنه يعرف يكذب علي في كل شيء إلا الحب. سبحان الله، حتى صار ما عاد يعرف يكذب علي ويقول لي أنا أحبك. أنت لسه زعلانة عشان أتزوج عليك؟ بسألك شيء، الواحد إذا تعرض للألم أكثر من مرة وش بيصير فيه؟ متعود يعني؟ مو بس يتعود، يصير خلاص ما في أي شيء يأثر فيه أساساً. أنت وليد سواها قبل دي المرة. كنا الجو برد شوي، ليه ما تقولي إنك متعورة؟ وإذا قلتها إيش بيصير؟ بيتغير شيء يعني؟ كنت أستاهل كل اللي سويتيه فيه؟